في ظل التدابير الاحترازية للوقاية من وباء كورونا ومجابهته، انطلقت المبادرة التوعوية بمديرية زنجبار بمحافظة أبين، والتي قادها شباب وشابات في كثير من المناطق، وذلك لنشر جوانب التوعية والوقاية من هذا الفيروس. قمنا بالتدشين بالحملة التوعية الإعلامية في مجال التثقيف والإعلام الصحي لمرض فيروس كورونا. هذه المبادرة التوعية شارك فيها الإعلام، قطاع الصحة، تثقيف الإعلام الصحي، اتحاد النساء، الشباب والرياضة، مؤسسات وجمعيات أهلية، الكل شارك في هذه الحملة التوعوية. الهدف منها هو توعية الناس بطرق الوقاية وطرق انتقال هذا الفيروس، فيروس كورونا. هذه المبادرة التوعية التي يشارك فيها اليوم كافة شرائح المجتمع، وتأتي بدعوة من مكتب الإعلام بالتنسيق مع مكتب الصحة بالمحافظة. الهدف من هذه المبادرة هو رفع الوعي الصحي لدى المواطنين للوقاية من فيروس كورونا. مثل هذه المبادرة تنطلق أيضا في باقي مديريات محافظة أبين. تم توزيع الملصقات وتوزيع البراشورات الخاصة بتوعية المواطنين والنازحين تحديدا، بما في ذلك التوعية بمخاطر الفيروس وكيفية الوقاية منه. تابعنا عن كثب المتابعة لوجود حجر صحي في محافظة أبين ومديريتي زنجبار وخنفر، على أساس أن الحجر الصحي بيكون كإجراء احترازي في إدارة في المعهد الصحي، في المعهد الصحي في خنفر، باعتبار أنه مكان كبير وفي مكان فيه تهوئة، فاختاروا المكان المناسب. أيضا في زنجبار خير، مستشفى زنجبار الوضع حجر صحي هناك في حالة اشتباه أو وجود حالات، ونحن أيضا كمان نريد وسنتابع السلطة المحلية من أجل وضع نقاط فحص أيوة للناس من هذا المرض والوقاية منه. تم تحديد محجر وإن شاء الله يتم التوافق عليه مع الأخوان في المحافظة ويتم تجهيزه، والآن بدأنا نختار هذا الموقع وإن شاء الله يتم الموافقة عليه من قبل الأخ المحافظ والسلطة المحلية بالمحافظة، وإن شاء الله نبدأ عملية التجهيز الحالي. نحن كميدانيين نستهدف بصفاها رئيسية النازحين، وبصفة عامة والآن هذه الحملة تستهدف النازحين والمجتمع المضيف. الفرق الميدانية استهدفت كل من الأسواق والتجمعات والأماكن العامة، وبدأت الفرق بتخصيص أماكن عامة لإقامة الحجر الصحي والتنسيق مع كل المعنيين في ذلك، والجميع هنا في مدينة أبين يتفاعل ويستجيب لهذه الخطوات الاحترازية بحسب حديث المعنيين.